اليوم موجودين في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، وكان في إقبال كبير صراحة من الشباب الإماراتيين بخصوص وظيفة مستجيب طوارئ. وهذه الوظيفة مختصة في سائق الإسعاف، وكذلك سائق الإسعاف يحصل على دورات إسعافات أولية لمعاونة المسعفين في الحالات الطارئة. الوظيفة هذه طبعا من الوظائف أو المهن النبيلة جدا والإنسانية، وظيفة مهمة جدا للشباب اللي حابين يبدون حياتهم العملية بوظيفة مثل هذه، مثل ما ذكرت أنها النبيلة والإنسانية، وظيفة مهمة جدا لإنقاذ الأرواح والبشر. طبعا المشاركة هذه لمؤسسة خدمات الإسعاف مشاركة مهمة جدا في هذا المعرض لتعريف الشباب واستقطابهم للانخراط في مجال العمل والتعرف على مختلف التخصصات، مثل تخصص الإسعاف حاليا في مؤسسة خدمات الإسعاف.